الخير والجمال والسعادة على كل أصحابنا وحبايبنا اللي دايماً بيتابعونا من خلال شاشة قناة تان وبرنامج كلام البنات. النهاردة هنبدأ كلامنا من شرم الشيخ، واللي خلاص بتستعد خلال ساعات قليلة لحفل ختام منتدى شباب العالم اليوم الرابع. طبعاً 4 أيام من الإبهار والتنظيم والندوات والمناقشات في كل ما يخص الشباب، وفي كمان إشادة كبيرة جداً بدور المرأة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي قال إنه المرأة هي كل شيء وليست نصف المجتمع فقط. يعني عايزة أقول إنه ده شيء بيسعدنا جدا الحقيقة، وحاجة بتخلينا مش بس عايزين نكسر الدنيا شغل، إحنا عايزين ما ننامش. فأعتقد إنه الفترات اللي جاية المرأة هتشوف فيها اهتمام خاص جدا وكبير جدا جدا من قبل كل القيادات في الدولة، سواء كان في شغل أو في دعم أو في مبادرات أو في حاجات كتيرة جدا جدا. طيب كمان يعني مش بس معانا الأستاذة مروة حافظ. ألو، مساء الخير. مساء النور، ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي. اهلا بيكي. طبعا انت بتكلمينا دلوقتي من ارض السلام ومن ارض الامن والامان، منتدى شباب العالم في نسخته الثانيه. عايزه اعرف انطباعك ايه لو كنتي زرتيه السنه اللي فاتت والنهارده دي تاني مره ليكي، او انطباعك سواء كان اول مره. انا حاليا بكلمك من امام قاعه المؤتمرات، وداخلين دلوقتي عشان جلسه التوصيات باذن الله. وما تطوريش قد ايه مدى الفخر والاعتزاز ان انا بشوف يعني ناس من 164 دوله، شباب جايين بيعرضوا مقترحاتهم وبيشاركونا في الانشطه الثقافيه والفنيه ويعني نقاشات مختلفه. فكده نقدر نقول ان جهد الرئيس ما راحش هدر. فيعني احنا بنشوف الرئيس يروح من الصين لروسيا ومن السودان لالمانيا، كل ده علشان يعمل يعني اتفاق ما بين كل الدول دي يجي صالح لمصر في النهاية. وطالما توفرت الإرادة الحقيقية والإخلاص الوطنية والصدق في كافة الناس اللي حاضرين، إن شاء الله هتبقى النتيجة هائلة بإذن الله. أنا أعتقد أن النتيجة بدأت يعني بانت من أول يوم، يعني من الشغف اللي كان موجود من كل الحاضرين اللي موجودين في المنتدى، من الشباب والناس اللي موجودة كانت حتى بتلقي يعني كلمة على المنصة. فأعتقد أن أنتوا عشتوا لحظات رائعة. حقيقي ملاحظات رائعة وكلها تواضع من كل القيادات، من أول كابتن الرئيس وحرمه لحد لجميع الوزراء الموجودين وكل الجهات التنفيذية. يعني أي حد بيتطلب نطلب منهم إن احنا نتكلم معاهم مفيش أي اعتراض خالص، بالعكس ده هم كمان بيدونا تليفوناتهم الشخصية علشان لو في أي مشكلة عندنا في مجال شغلنا إن احنا نتوجه على طول نكلمهم. بالعكس، والشباب الأجنبي هكذا كمان، والوزراء الجايين من البلاد الأخرى زي مثلا وزيرة الشباب من دولة الإمارات كانت في احدى الجلسات واتكلمت عن تحديات المراه في المجتمع وقد ايه ان المراه لازم تثبت دورها وتبقى قياديه ناجحه وعن تجربتها لان هي سنها صغير شابه صغيره وتتقلد منصب وزيره الشباب. فكانت مثال جميل واتعرض على المصريين الموجودين وكنا مبسوطين جدا بتواجدها معانا. اعتقد ان المراه كان ليها دور يعني كبير، واوصى يعني عليها رئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا. طبعا طبعا ده هو ده بيدينا الدفع للامام كمان ان احنا شغلنا ان احنا نطلق اكتر من مبادرات ونفعل على ارض الواقع حاجات كتير قوي، كل ده بتشجيع لينا الحقيقه. ده شيء جميل جدا، واتمنى ان شاء الله نكون موجودين. انا شخصيا ابقى موجوده، يعني احنا طبعا قناه تان موجوده في المؤتمر، ولكن احنا بنغطي من القاهره هنا، وطبعا بس واصل لنا كل الشغف وكل النجاح وكل انا بقول ان هي عظمه كبيره جدا مصر بتقدمها للعالم كله في نسخته، في نسخه منتدى شباب العالم في نسخته الثانيه. بالظبط. شكرا جدا ليك يا استاذه مروه. معانا الكاتبة الصحفية فيروز عبد العزيز. ألو يا فيروز. ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا حبيبتي. طبعا منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، أكيد خرجنا بتوصيات كتير وأكيد في آليات لتنفيذ هذه التوصيات، فكلميني يعني التوصيات هتكون النهاردة إن شاء الله، فحضرتك كلميني عن اليوم النهاردة هتمشوا فيه إزاي؟ يعني أنا أحب أتكلم النهاردة عن الكلمة اللي قالها السيد الرئيس الخاصة بالمرأة. نعم. وإحنا تعودنا طول الوقت إن السيد الرئيس بيدعم المرأة وبيدعم البنت المصرية والست المصرية، وطول الوقت بيقدم مشروعات وبيقدم خدمات، حتى كلامه يعني لما بتحصل أي واقعة ليها علاقة بالمرأة المصرية على طول بنلاقي رئيس الجمهورية بيخرج
وعندنا وقائع كتيرة. نعم. كتيرة كتيرة من أول ما سيد الرئيس تولى رئاسة الجمهورية، وإحنا طول الوقت تعودنا منه إنه بيدعم المرأة المصرية جدا وبيقدر دورها، ويمكن لما عارفة القيادة نفسها تبقى هي اللي بتعمل ده، فتحسي إن كل أجهزة الدولة تعاملت مع ده كما لو إنه يعني تحسي بالاحتواء من الدولة بأكملها. بالظبط بالظبط، يعني ده بيخلي بقية أجهزة الدولة شايفة إنه يعني دي توجهات السيد الرئيس. نعم، دي حاجة ودي حاجة حلوة جدا. طب. يعني احنا اتعودنا قبل كده إنه عادة حرم السيد الرئيس هي اللي بتتولى الحاجات اللي ليها علاقة بالمرأة. نعم. بس المرة دي الرئيس السيسي لا، بيقدم نموذج تاني مختلف تماما، وهو إنه طول الوقت بيقول للمرأة المصرية أنا في ظهرك وأنا معاكي وأنا مدرك كل قضاياكي وأنا بقدر جدا الدور اللي أنت بتقومي بيه. يعني في الانتخابات اللي فاتت في بداية حديثه أبدى شكر للسيدة المصرية لخروجها، وطبعا احنا شفنا التفاعل اللي كان موجود في الانتخابات من جانب المرأة المصرية أو الفتاة المصرية. نعم. يعني احنا قدام فعل ورد فعل، هو مهتم لدورها وهي كمان حاسه بنوع من التقدير. المرأة بتعيش أزهى عصورها أعتقد في الفترة الحالية اللي احنا بنعيشها دلوقتي يا أستاذة فيروز. يعني نقدر نقول إنه كمان يعني الستات عادة بتحب فكرة التقدير، فأنت عندك القيادة نفسها بتقدرك طول الوقت وبتقول لك أنا مؤمنة بدورك. النهاردة كلمت السيد الرئيس المرأة مش نص المجتمع، المرأة المجتمع كله. نعم. هو مدرك لدورها جدا، ده بيدي إحساس لأي حد بغض النظر عنه إحساس بالفخر إنه يعني رئيس دولتي أو يعني أكبر قيادة في الدولة بالزبط. طول الوقت بتدعمني، بيديني حتى إحساس بشكل شخصي. بتحسي ان انت عندك كيان وموجوده، يعني كائن حي موجود في الدنيا له اهميه وبينجز وبيصنع وبيعمل حاجات كتير جدا. بشكرك جدا استاذه فيروز عبد العزيز، معايا دكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير تنفيذي لبوابه الفجر. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. عايزه اعرف تكلمني عن الاجواء اللي موجوده دلوقتي في منتدى شباب العالم في نسخته الثانيه، والنهارده ان شاء الله رابع يوم واخر يوم في المنتدى. الحقيقه المنتدى يعني بيكلل النهارده بالاحتفاليه الاخيره اللي هي خلال ساعات ان شاء الله تبدا الساعه 5، اربع ايام من خليه نحل في شرم الشيخ. الحقيقه يعني كل المنظمين، وانا عايز اوجه من خلال حضرتك تحيه للشباب المصري العظيم. نعم. اللي شارك في تنظيم المنتدى ده على اعلى مستوى الحقيقه. صحيح. مبهر جدا، نجاح منقطع النظير في اعتقادي النهارده كمان التوصيات. شفنا نماذج عظيمه قوي في المنتدى السنه دي. صحيح، الحمد لله. هو كل سنه الحقيقه السنه اللي فاتت والسنه دي في نماذج شبابيه في كل المجالات، يعني المره دي احنا بنشوف في المجال الفني وفي المجال الرياضي وفي المجال العلمي. صحيح. في كل المجالات وشباب من كل انحاء العالم. في عندنا شرم الشيخ الحقيقه بتتزين في ابهى صورها الحقيقه كمان كمدينه للسلام ومدينه حاضنه للمؤتمرات العالميه زي المؤتمر العالمي او المدرس العالمي للشباب. نعم. الحقيقه كل الاجواء اجواء مبهجه، ويعني ونجاح باهر الحقيقه للمؤتمر. النهارده اليوم الختامي ان شاء الله. يعني اقدر اقول لحضرتك انه كل الجلسات كانت جلسات ثريه جدا، الرئيس مشاركاته كانت يعني في عمق وفي صلب الموضوعات. نعم. في اعتقد توصيات النهارده هتشمل معظم الجوانب اللي تم تغطيتها في من خلال ندوات المؤتمر المختلفه. النهارده كان في لقاء الحقيقه للسيد الرئيس من حوالي ثلاث ساعات، لسه مخلصين من حوالي ثلاث ساعات مع رؤساء التحرير ومراسلين الصحف الاجانب والاعلاميين، وكان الحقيقه لقاء من القلب، والرئيس اتكلم فيه على معظم القضايا اللي تخص. تقدر حضرتك باختصار تقولي ايه اهم النقاط اللي تكلم فيها رئيسات الرئيس؟ الحقيقه اتكلم على علاقاتنا مع دول القرن الاثيوبي، وتاكيد على حق مصر في عدم تاثرها من خلال سد النهضه، وانه المؤشرات بالنسبه من الجانب الاثيوبي مؤشرات جيده جدا. اتكلم على الحقيقه السعوديه، واتكلم بشكل ايجابي جدا على السعوديه ودول الخليج، واتكلم ان احنا فكره مسافه السكه قائمه، وانه القوات بتاعتنا جاهزه في اي لحظه للتحرك لحمايه اهلنا في الخليج. عظيم. وانه ده مش كلام، ده واقع، وانه ده كمان مش بس القياده المصريه اللي بتقول كده، لا، الشعب المصري كله
بيقول كده. يعني الرئيس اتكلم كمان على الارهاب والحرب على الارهاب، واتكلم على بعض الدول برضو كالعاده اللي تدعم وتمول الارهابيين دون تسميه لها. يعني اتكلم على الاعلام وعلى دور الاعلام اللي هو بيعمله ان احنا كاعلاميين نشرح للناس بشكل مفصل الحقيقة بشكل مجرد، مش بس نناقش الموضوع من القصور. واتكلم بصراحه الحقيقه يكون في يكون في شفافيه. يعني دكتور مصطفى ثابت، انا بشكر حضرتك جدا على المداخله دي، وان شاء الله يوم يعني مليء بالانجازات ومليء بتحقيق كل امال المصريين. دكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي لبوابه الفجر. والحقيقه ان منتدى شباب العالم كل سنه بيثبت انه مصر بجد بلد الامن والامان، وده اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد عليه خلال مشاركته في ماراثون السلام واللي كان النهارده الصبح، وخلاله القى الرئيس السيسي كلمه رحب فيها بالشباب المشارك في النسخه الثانيه من منتدى شباب العالم، واكد انه تنظيم مصر لهذا الحدث الضخم ينبع من يقين راسخ بان الحوار وتبادل الرؤى بين مختلف الحضارات والثقافات والهويات هو السبيل الوحيد للتغلب على التحديات التي تواجه الانسانيه، و لانه يعني ساهم المنتدى في خلق ارضيه مشتركه الحقيقه للاجيال الصاعده من شباب العالم المتحمس والطموح لصناعه المستقبل لاوطانه والبشريه جمعاء على اسس السلام والتنميه. حاجه جميله ومفرحه بجد لما الواحد بيعيش الاجواء دي. انا متخيله الناس اللي قاعده هناك حاسه بايه، حاسه انا عايز تنزل تكسر الدنيا شغل. فان شاء الله نرجع بنفس الشغف ونفس الحماس ونشتغل لحد ان شاء الله النسخه الثالثه لمؤتمر شباب العالم السنه الجايه باذن الله ان شاء الله. طيب النهارده هيكون معانا فقره مهمه جدا هنتكلم فيها عن دور المراه المصريه والعربيه وازاي تم تنميتها، زي ما اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان المراه كل شيء مش نص المجتمع بس. وكمان هنتكلم عن علاج العقم بالحقن المجهري مع الدكتور محمد اسماعيل هلال، هو اخصائي امراض النساء والتوليد والمناظير وعلاج العقم والحقن المجهري. دلوقتي بقى هسيبكم في حوار مع زميلتي نرمين شريف اجريته مع الطالب ابراهيم محمد الطالب بالأكاديمية البحرية، وهو من المتحدثين في جلسة ريادة الأعمال على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ. هنشوف الحوار وهنرجع مرة تانية بعد الفاصل على طول وأولى فقراتنا النهاردة إن شاء الله. من منتدى شباب العالم المقام في أرض السلام مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن كنا مع حضراتكم من خلال قناة تن أنا وزملائي الحقيقة في تغطية مستمرة على مدار الثلاث أيام اللي فاتوا، وقدمنا لحضراتكم فقرات وحوارات كتير جدا مع الشباب المشارك في منتدى شباب العالم. يعني كانوا من يعني يمكن أكثر من 160 دولة وأكثر من 5000 شاب وفتاة، وكان في حوارات ولقاءات الحقيقة هم نفسهم أجروها مع بعض، وفي مباحثات يعني كانوا بيشاركوها من خلال منتدى شباب العالم. قدموا أفكار، قدموا مواضيع كتير، كان في تبادل للثقافات، تبادل للآراء ما بين هؤلاء الشباب. ويمكن الحقيقة النهاردة في الجلسة الختامية يعني كمان ساعات قليلة إن شاء الله هيكون يعني في الرئيس عبد الفتاح السيسي أكيد هيقدم بعض التوصيات من خلال هذه الجلسة. ويمكن أهم حاجة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يعني قدم توصية بيها، وهي كان أو أقرها، هي إقامة مدينة لشباب القارة الإفريقية لتبادل الثقافات ما بين شعوب القارة السمراء. الحقيقة الأجواء هناك كانت حلوة جدا، أنا على المستوى الشخصي والمهني أنا سعيدة جدا بمشاركتي في هذا الحدث العالمي بجد، واللي أنا دايما أوصفه أنه هو حدث عالمي جمع أكثر من 5000 من الشباب، أكثر من 160 دولة من المشاركين. عايز أقول لكل الشباب والفتيات السنة دي ما حالفهمش الحظ إن هم قدموا على الموقع الخاص بمنتدى شباب العالم. لازم السنة الجاية يا جماعة لازم بجد يكون في مشاركة من شباب مصر ومن الوطن العربي، لأن بجد الحدث ده فيه استفادة كبيرة جدا من للشباب وللفتيات. يمكن عايز اقول لكم ان
الأجواء هناك كانت حلوة جدا، كل العالم بيتفرج علينا، زي ما بقول بجد ده عرس، حاجة محترمة، حاجة أنا فخورة جدا إن أنا يعني مصرية وإن أنا بشارك في هذا الحدث المحترم. كمان كان في جولة خاصة جدا من السيدة انتصار حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي يمكن كمان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كان ليها بعض الآراء والكلمات بسيطة عن المنتدى الشباب العالم، ان هي كمان مبسوطة وفخورة ببنات وولاد او شباب مصر. حدث محترم زي ما قلت لحضراتكم يعني، وتابعونا احنا خلال اليوم ان شاء الله هيكون معانا كمان فقرات كتير جدا خاصة بمنتدى شباب العالم. يمكن شفتوا من خلال قناة تن لقاءات كتير جدا، يمكن كنا دايما بنحب نركز على الشباب، الشباب المصريين وغير المصريين. النهارده معايا نموذج من الشباب او يعني المصريين او المصري المحترم، هو ابراهيم محمد، هو طالب في الاكاديميه البحريه، وهو كمان كان من المتحدثين في جلسه رياده الاعمال. هنعرف منه اتكلم في ايه وايه اهم الحاجات او المطالب اللي هو كشاب كان بيطلبها من رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي. ابراهيم اهلا بيك. ابراهيم احنا النهارده في اخر يوم خلاص في يعني منتدى شباب العالم، ومحتاجه تعرف بقى الشباب والناس اللي بتتفرج علينا مشاركتك، او انت شايف كمان المنتدى على مدار الثلاث ايام اللي فاتوا كان عامل ازاي؟ هو المنتدى كان جميل جدا بكل ما تحمله الكلمه من معنى، سواء في التنظيم، سواء في السبيكرز اللي جايه، سواء في السيشن او المحاضرات او الورك شوب. المنتدى يعني كان بجد جميل، سواء في شرم الشيخ تنظيم كمان عايز اقول ان التنظيم يا جماعه والله كان من نزولنا المطار، يعني بالزبط. من المطار لغايه لما وصلنا الاوتيل كان في تنظيم رائع، وللوفود كانوا مخصصين شباب لكل وفد من الوفود العربيه اللي جايه يعني كمان. سواء في السيشن بقى او في الورك شوب، ناس سبيكرز جايه من بره، ناس محترمه جدا، الناس اللي هم من 160 دوله او الشباب، عندهم افكار جميله جدا، ناس يعني عندهم ايديا وانوفيشن، وعندهم بجد نوليدج جميله جدا من فيد بعضنا يعني. احنا انت والشباب من مختلف الدول اتكلمتوا مع بعض؟ طبعا يعني. ايه قول لي بقى الفيدباك او الصدى بتاع المؤتمر عندهم ايه؟ هو يعني في منتهى الاحترام ومنتهى الشفافيه، يعني بجد احنا كشباب من طلع النوليدج اللي عندنا لبعض، من 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 احترم بعض في كل حاجه، سياحه او التعليم او الوركشوب، سواء في رياده الاعمال او سواء في السلام او سواء في الايكو سيستم اللي موجود في السيشنين. انت كانت في جلسه رياده الاعمال مع يعني مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، انت كان ليك كلمه اتكلمت؟ لا، هو انا ما كانش ليا كلمه، هو كان في حوار مع دكتور وائل الدسوقي اللي هو ماسك القطاع الاكاديميك او القطاع التعليمي في جلسه رياده الاعمال. كنا بنتحاور وبنتشاور في التوصيات اللي هي تطلع في الموضوع الاكاديميك، او ازاي نخلي الطلاب يبقى عندهم ايديا وانوفيشن ويفكروا هم في الجامعه، ما يستنوش بس اللي هم يتخرجوا يكون عندهم وظيفه بروتين معين. طيب هم كرييتيف كمان يعني. عايز اقول لكم يا جماعه، انا قبل ما نبدا تسجيل، قبل ما ابدا اصور مع ابراهيم، عنده الحقيقه افكار حلوه جدا 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 بجد، بس هيكون من خلال بقى كلام البنات في القاهره هنجيبه الاستوديو ونعرف منه الافكار بتاعته، لان فكره بجد محترمه جدا يعني. شباب هم زي ما بنقول شباب زي الورد، عندهم افكار كتير جدا، يا ريت نستعين بالافكار دي، لان كمان هتقلل، انت مش هنتكلم عنها بشكل كبير، بس هو حاجات بسيطه جدا، لما اسعار السمك كلها غليت وارتفعت هو فكر يعني، كان عنده فكر. تقول لنا بسرعه ايه الحاجه اللي انت فكرت فيها؟ هو الفكره كلها ان بس مسجلها الاول ولا لا عشان ما تتسرقش؟ لا، هي متسجله كل حاجه وانا شغال عليها، بس واقفه على البروتوتايب. هي الفكره ان اسعار السمك لقيتها يعني خلاص بتزيد جدا الفتره اللي فاتت، فطب يعني مشيت واحده واحده ورا الموضوع، فوصلت ان في حاجه اسمها فيتش ميل او مسحوق السمك، ده الجزء البروتين في العلف. ده بيستورد من بره يعني بكميات كبيره جدا وغالي جدا، مش بيتصنع
بيتصنع في مصر. اوكي. ولو اتصنع في مصر بيتصنع محلي بيبقى الجوده بتاعته رديئه جدا. فانا فكرت طب ليه احنا نستورد من مصر لما نستورد من بره لما احنا نعملوه في مصر بجوده عاليه جدا وبسعر رخيص. فاستخدمت الفيش ويست او السمك البايظ او اللي عدى عليه كذا يوم اللي هو ما فيش حد هيشتريه يعني من الاخر يعني. والمصانع الفيش بروسيسنج اللي بتقطع الراس والديل وبتاخد الفيليه مثلا تعمل علب تونه تعمل اسماك مثلا معينه بتحفظها. فكل الكلام ده انا بحتاجه يعني بدل ما هو بيترمي انا بعمل له قيمه مضافه. فانت خدته بتعمله زي ريسايكل يعني. بالظبط. فبعمل بيه العلف بجوده عاليه جدا وبسعر رخيص. فبالتالي لما بيروح للمزارع السمكيه مزارع السمكيه هتشتريه بسعر رخيص لما بتطلع السمك بتاعها للانسان او الكلام ده هيطلعه برده في الاخر بسعر رخيص. حلو قوي. هتجيلنا القاهره ان شاء الله. ان شاء الله عشان نقعد نتكلم بقى يعني بشكل موسع اكتر. تمام. اكتر حاجه استفدتها من منتدى شباب العالم السنه دي؟ انت كنت مشارك السنه اللي فاتت ولا دي اول سنه؟ لا دي اول سنه. طيب احكي لي بقى الاستفاده اللي انت استفدتها من مشاركتك في منتدى شباب العالم. النتوركينج يعني العلاقات الجامده جدا يعني انا بجد عملت علاقات من كذا دوله في الانتربرينورشيب ورياده الاعمال. شباب برضه صح؟ شباب. هاي. بجد تفكيرهم جميل جدا. فدنا بعض. ازاي كل واحد عنده نوليدج يوصلها للتاني. فبجد يعني انا استفدت بالموضوع ده جامد جدا يعني انا مش عارف. حلو قوي. يعني ابراهيم انت بتمثل شباب كتير جدا اكيد وانت جاي بقى تحضر المؤتمر صحابك واهلك ويعني وزمايلك في الـ في الـ في الكليه كانوا عارفين ان انت جاي. ايه اكتر رساله كانوا حابينك توصلها لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ يعني التعليم بشكل خاص اللي طبعا. هو ازاي نكون احنا متقدمين في التعليم. ازاي نطلع ايديا من الافكار او الحاجات اللي بتطلع من الطلاب. ازاي يكون كل واحد عندهم يعني بيبقى فيه انوفيشن من 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 وجهة نظر الحكومة اللي هي توفر لنا الكلام ده. بيكون مثلا في فند للمسابقات مثلا او يعملوا مسابقات كتير جدا زي مثلا فكرتك شركتك في وزاره الاستثمار. زي تيك في وزاره الاتصالات. زي برضو وزاره الشباب والرياضه. كل الكلام ده بيتجه الى رياده الاعمال والى التكنولوجيا والى الانوفيشن علشان نخلو مصر يعني جميله جدا ومتقدمه جدا. حلو قوي. تاني هرجع لجلسه رياده الاعمال وزي ما انت قلت عرضت يعني افكار يمكن 3-4 افكار. اهم الافكار اللي انت محتاج ان يبقى فيه تركيز عليها اكتر هي ايه؟ الافكار يعني اللي هي هنبتديها من المهم فالاهم. تمام. اول حاجه مهمه جدا احنا ان لازم يكون في ماده في الدراسه. سواء في سنه تانية او سنه ثالثه في اي كليه. يكون اسمها رياده الاعمال او ازاي بتفكر بتطلع الايديا بتاعتك بتعمل البيزنس بلان بتاعتك بتعمل الانكم ستيتمنت بتاعتك. فكل الكلام ده بيخلي فيه انوفيشن للطلاب بيخلي فيه تفكير ونظره مختلفه للحاجه اللي هو بيدرسها. حلو قوي. ولقيت فيه تجاوب بقى من المشاركين ايضا في الجلسه؟ اكيد طبعا. يعني كلنا وافقنا عن الموضوع ده اللي هو يكون فيه ماده بلس كمان ان يكون فيه مركز رياده الاعمال في كل جامعه. احنا عندنا في الاكاديميه مثلا في مركز رياده الاعمال. ده بيعمل في اخر سنه ابراهيم. ده بيعمل كل يعني كل 3 شهور مسابقه بيعمل يعني انكيوبيشن او حضانه للافكار. يعني حافز كمان للشباب. بالظبط. فكل شويه يعمل اعلانات يعمل حاجات ويدي سيشنز ازاي تفكر ازاي تطلع الايديا بتاعتك ازاي يكون انت الاونر بتاع الشركه بتاعتك. ده حاجه على فكره حلوه جدا وحاجه محترمه جدا. يعني انا شايفه ان والله بجد من ناحيه الجامعه او دايما بنرمي الحمل احنا او بنرمي الغلط على الجهات الثانيه. لكن انا شايفه هو الشباب عامل اللي عليه وكمان الجهات المختصه عامله اللي عليها. بتديكوا حافز بتعمل لكم مسابقات وبتديكوا اكيد جوائز صح؟ دينا جوائز اكيد. يعني ايه بقى انت خدت جايزه ولا ما خدتش؟ لا هو انا اخدت جايزه. ايه بقى؟ طب قول لنا نحفز الشباب اللي اتفرجوا علينا. اخدت مركز اول في مركز رياده الاعمال عندنا في الاكاديمي. ومركز اول في وزاره الاتصالات في تيك في تكني سامت في المؤتمر اللي كان معمول في مكتبه اسكندريه. واتكرمت من نادي سبورتنج في اسكندريه في اول ملتقى للشباب او رياده الاعمال.
ومؤهل ان انا اروح مؤتمر سي اس ده في لاس فيجاس في امريكا، هايل. بس لسه مستني الاكسبتد يعني، فربنا يستر. لا ان شاء الله اكيد. يعني اخيرا طموحك في المستقبل ايه ان شاء الله؟ ناوي تعمل ايه؟ نفسك في ايه؟ عايز ايه؟ يعني ويمكن النهارده هتكون الجلسه الختاميه، وزي ما قلت في المقدمه ان اكيد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده يعني خلاصه بقى الجلسات والحوارات، اكيد هيطلع ببعض التوصيات في الجلسه الختاميه. فانت متوقع ايه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسه الختاميه؟ هيقول او هيقدم توصيات ايه؟ وطموحك في المستقبل ايه؟ هو انا متحمس جدا للتوصيات، او اعرف ايه الحاجات اللي احنا فعلا طلعناها، او نشوف النتائج بتاعتها فعلا من ناحيه الحكومه او من ناحيه صانعي القرار. في نفس الوقت زعلان جدا علشان المؤتمر بيخلص بسرعه، فيعني اللي هو ده حقيقي احنا كلنا والله بالظبط. زعلانين بجد، لان كان زي ما قلت لكم ده كان عرس كنا مبسوطين كلنا جدا جدا جدا، ان احنا كلنا كان يعني اعلاميين وصحفيين وشباب، بجد كان ملتقى محترم جدا. اتفضل. طموحي بقى في المستقبل او كده اكون فعلا رائد اعمال او انتربرينير، زي ما الناس كلها متوقعه مني الكلام ده، فكل ما حد ما يشوفني يقول لي انت فايتر، انت جامد جدا، انت ان شاء الله هتكون انتربرينير جامد جدا في المستقبل. عايز فعلا اثبت لنفسي واثبت لهم ان انا فعلا قد الكلام ده. يعني ان شاء الله ان شاء الله يكون عندي شركه بتاعتي واعمل بروتوتايب واشتغل فيها في اقرب وقت ان شاء الله. يا رب بالتوفيق بجد، انا بتمنى لك كل حاجه حلوه ان شاء الله، لان انت فعلا مجتهد ومحارب فعلا زي ما صحابك بيقولوا عليك. بالتوفيق ابراهيم. كان معانا احد الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم، وايضا كان هو من يعني المحاورين او المتحدثين في احدى الجلسات، وتحديدا جلسه رياده الاعمال. ابراهيم محمد هو طالب في الاكاديميه البحريه. انا بشكرك يا ابراهيم. شكرا جزيلا. ميرسي جدا ليك. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، واحنا طبعا لسه مكملين مع حضراتكم من خلال برنامج كلام البنات. نرجع بقى لساره الاستوديو.